ان شاء الله وبالحلبه برد شويه والحلبه والحرور والحرور والمساخن وجبات البرد وجبات البرد كي قال السي رشيد وجبه متكامله السي الحاج جواد الدواء معنا والسي المليجيه هو الطبيب السي الفراك في علاج المعدة المساخن وفي علاج الجوع وعلاج المأكولات يعني الشعبيه اللي تتكون في المتناول تنشكروا راه هي ميكس ما بين الطرزه المراكشيه والكازاويه هي هي كاين هي كاين الميكس وسليعفان 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 سليخنا داكيني واش سليخنا داكيني سليعفان والمساخن المساخن كيني كاينين المساخن اش بغيت ندير بهم اخويا ما عندي ما ندير بهم حيت الجو بارد انا المعلم ها هو ايو ايو المعلم يا خويا يا المعلم كيقيق المعلم ايو ايو هو تيكركب في الخبز وحامي زين دروك هذه الدرده ان شاء الله هذه الدرده معكم من مدينه واو النملة الطاسة أخويا إبا أبونا أبونا الله يهديك أبونا هذه عملية تقطيع ياك عملية تقطيع عملية التقطيع إن عملية إجبارية لكي يسيل اللعاب بين فكي الأسد وهو جواد الكندالي وكذلك الأسد الكبير الذي هتر وشرف وهو حميد الشقوري والاخ ديالو السي ابونو ابونو كل نشكركم على هذه المحاضره الجميله يعني بزاف ديال المسائل الدراري تبارك الله كانوا الحوت مع الصباح هذاك لكم ضالي الله يهديك الردد ديال واكين من تنوض البلاصه صافي بركه هذه عمليه التقبيب ديال سيدي الخوت راه ما غاديش تكمل هذا الشيء دير الخوت أبوي ولي تبغى تسوي التعب الله يديك دير التعب التعب الشمال غاوية التعب انا ما تاكل عاب عيني هذيك التعب يلاه وجاب الضربان هذا الشيء التعب ولي هذاك الشيء التعب انت تتعب الضربان التعب هذيك التعب واش تعبان المريض ولا تعبان الحنش تعبان هذا تعبان ما عرفنا هنا هو اخويا تعال تخليو العفه عليه اخويا اصي بالفتاح اصي بالفتاح اخويا قال لك قرد الخبز قرد الخبز كاين لعبه واش بيت قص فوق هذيك عمو المقايا انا كاع عليه قعد اخويا هذاك السيد انا ما نقعدش ها عمر المختار هو جا انا قاعد ليه في بلاصتو ها عمر المختار برزتو ياك واش بالضبط انا في بلاصتو اخويا لا تبي ديروا ليه واش انا قاعد ليه في بلاصتو يا انه تخليه يدخل هو راه غادي فين بغا يدخل اه فين غادي يدخل هو تما راه هو لا غادي تسخروا غادي ولا فاش كنت انا واقف انا قلت لي فين كنت انا لا ما كيكيدز ياك هي شي مضرب مع هذوك الشيء تاع لي توجبتو انا فاش كنت واقف لا دبرتيش عليا خليه يبغي كان يجي الاخوه انا فاش كنت واقف انا بغيت نبعد ما قلتي لي هو صافي فوق كبير والله هذيك انا ملي جيت تدير شي حاجه سبحان الله العظيم ايوا خليه يوقف تمايا ما تخليهش والله جاب الحمام عليكم الدرده راه دوك حميد عرض عليكم الدرده ياك حميد هذا شوف اجوج بلايص ديال الوقفه لا لا انا داك الشيء والان وصلنا للحظه الحاسمه اوكي فين بغيت ندخل انا الحديده فين بغيت كيف بغيت ندي قول النوض انا لا 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 اش بغيتي حيز الزيب واش غادي ندير خونا على حيز الزيب عليكم سير اخويا بيرغمان سير اخويا بيرغمان بسم الله بيرغمان الغريبيه عملية الشرشر كاينة مغرفة الشرشرة فوق الشرشرة والله العظيم إلا شقات لينا على الدردة وعلاتي بوت الرود غمز غمز ديال هاكا الفيس والله البلول قليل ما قلنا اليوم كيتيرا في الدردة صافي راه كاين الما كاين الما راه الدردة كومير هادي لا ضحك عليهم يلا قبل ما تبدا الصحة والراحة مشيت لهذا مشينا انا سيدي يا سلام
بالنسبه انت الدردان المغربي الفتاح اللي نصبها الفتاح لا فتاح المليجي المليجي هو هذا الشيء راه تيشهي تبارك الله انا اخو كوكو ترى هنا بطلت الماء ابو تلقى القلطه انت واه الا كاين شرشر لتا كاين شرشر صافي شوف شوف الماء كي داير شوفوا الخبز شوفوا الخبز دغياتي عبد هذاك الخبز هذا شوف حميد مسكين جا في القنت مقنت اما كشرشر ودي ديال صح الحلبة قللتوها ياك؟ لا فيه ايه الحلبة شوية بالزين وزي قال لك شي اللي انت ايه لنضرب لا فاز دا صاحب لا هدي يبان لك هكوك افزين اعطيه اعطيه باقي وابيت خليه تهلا في خور خا واحد تاتني يا اخوة لا والو انا ربيها تكمل هاد الشي تاعي مخرج عيني لا ما تاكل والو تيك سليه ما تيتكلش بالمعلقة والله لا تيتكل بليل يلا خويا انتوا اللي درا بيك وين دبتو مبتدي دوقنا يا ما دبتو انا والو ها اوكي خويا ما طاوك سالم لي يجي سير تاكلي تي تاكلي تي تتقلب